حلقتنا بتتابع وبنوصل لايت سمارت. صباح الخير نتالي. صباح الخير إلي. تمام صباح وانت تمام. رح نحكي اليوم عن موضوع بهم كتار من الناس يلي عم تنتظروا مولود جديد. رح نحكي عن علاقة الحمل بالمأكولات البحرية. صح، خلال فترة الحمل دائما السيدة بهمها أنه تكون عم بتوصل الغذاء الأصح للجنين، خاصة أنه بيكون هالجنين عم بيتطور وعم بيكبر وبحاجة لعناصر غذائية مهمة، من أهمها هي وجود أوميغا 3 بين النظام الغذائي تبع الأم، لأنه مثل ما منعرف أنه نوعية الدهون اللي بتكلها الأم بتأثر على شو هي نوعية الدهون اللي بتوصل للجنين. والأوميغا 3 مهمة جداً بنمو الجنين، خاصة وقت اللي نحكي عن النمو الذهني. يعني نعرف أنه الأوميغا 3 بيأثر كتير على نمو خلايا العصبية عند الجنين، وكمان في تأثير لهالأنواع من الدهون على تطور أو على بالأحرى نمو النظر عند الجنين. مشان هيك السيدة ضروري أنه تكون عم بتأمن كمية كافية من هالأوميغا 3 بنظامها الغذائي. هلأ المشكلة أنه بمصادر الأوميغا 3 واللي هي أهم مصادر الأوميغا 3 ونوعيتها، الأسماك ممكن هي الأسماك، وممكن أنه هالأسماك تكون بكميات متفاوتة، ممكن أنه تكون مصدر للتلوث، والتلوث رح نشوف في كتير مصادر تلوث، وممكن كمان هيدا لسوء الحظ إذا ما انتبهنا له يأثر على نمو الجنين بطريقة سلبية. دونك السؤال هو بناكل سمك ولا ما بناكل سمك إذا السيدة حامل؟ وما لازم بس نفكر بالسيدة الحامل، لازم كمان نفكر بالسيدات اللي عم بيفكروا أنه يحبلوا، لأنه في بعض المعادن، في بعض المواد الملوثة ممكن أنه تضلها بالجسم وتأثر حتى إذا كانت السيدة تعرضت لها المواد هاي قبل ما تحبل. دونك هيدا اليوم موضوع اللي بدنا نتناوله. هلا اذا بدنا نبلش نحكي اول شيء عن اهميه الاوميغا 3، يمكن بنكفي هالموضوع. رح ناخذ فاصل ونحكي عن الاوميغا 3 وعن شو لازم نتجنب قبل الحمل وخلاله ويمكن بعده. بريك وراجعين. متابعين إيت سمارت وعم نحكي عن تأثير المأكولات البحرية على الحمل. نتالي، قبل ما نفوت بكيف لازم نختار الأسماك أو المأكولات البحرية خلال الحمل، شو هي المواد اللي بتأثر قبل، يعني قبل ما يصير الحمل بتأثر سلبا على هذا الموضوع وبتكون قبل بالجسم؟ ما نحكي على يمكن الملوثات اللي ممكن انه تأثر على الحبل على الحمل، مهم كثير نعرف انه وقت اللي بدنا ناخذ اوميغا 3 ليه بنفكر بالسمك، لانه الدهون الغير مشبعه اللي هي الاوميغا 3 انواع، عده انواع، والنوع اللي موجود بالسمك اللي مصدره بس الاسماك وثمار البحر هي افضل نوع ممكن انه نأمنه لجسمنا وأكيد لجسم الجنين. هلأ في أكيد مصادر تانية اللي هي مصادر نباتية للأوميغا 3، بس الجسم ما بيحولها للفورم الإفيكاس إذا فيني أقول، أو اللي هي فعالة بالجسم واللي هي بتفيد بالنهاية. مشان هيك منركز كتير على استهلاك الأسماك. والسيدات مهم أنه خلال الحمل وحتى بعدين وقت اللي تكون عم بتردع، مهم أنه تاخد تقريباً بين حصتين لثلاث حصص سمك بالأسبوع. هلأ مصدر الأسماك هون بدنا نعرف شو نختار كرميل ما نكون عم نعرض جسمنا وجسم الجنين لهالريسك هيدا. عم تسألني كنت عن شو هي الأشياء اللي لازم نتجنبها. أول شغلة منفكر فيها والدراسات فرجت أنه الميركور أو الزئبق هو من أهم ملوثات للأسماك. إذا بدنا نقارنه لغير بقية أو بقية أنواع الملوثات، الميركور هو أكثر واحد بيتواجد بالأسماك وهو أكثر واحد بيأثر على صحة الجنين إذا ما انتبهنا قدين إحنا عم ناخد. هلأ الميركور بيضل بالجسم لفترة سنة من بعد ما نحن نكون تعرضنا عليه،
لإله. دونك السيدة اللي بدها تحبل لازم تنتبه حتى سنة قبل ما تحبل على أنواع الأسماك اللي عم تاخدها تما تعرض حالها لهالنوع من الملوثات. هلا الملوثات مختلفة، في بي سي بي، في أرسنيك، في كتير ملوثات معقولة تنوجد بالأسماك. هلا هيدا ما بيعني إنه خلص لازم نخاف من السمك وما ناكل منه، لأنه الأسماك بتختلف ب كمية الملوثات اللي موجودة فيها. في لوائح أسماك، هلا كله له علاقة من وين مصدر السمك، وين 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 اشتريناه، إذا كان يمكن كيف نحفظ، لأنه كمان هون ما لازم بس نفكر بالملوثات، لازم كمان ننتبه ل البكتيريا اللي ممكن انه تكون موجوده بعدم الحفظ، حفظ الاسماك بطريقه سليمه. في السوشي ما ننسى انه نحن من ناكل سمك ني، يا هل ترى هذا بيسوى ولا لا؟ اذا بدنا نحكي قبل ما نحكي عن الميركور وشو هي الاسماك اللي ممكن انه تكون معدل الميركور فيها عالي، خلينا نحكي عن البكتيريا اللي اكثر ممكن انه نتعرض لها وممكن انه تاثر على الجنين، هي الليستيريا، اللي هي بكتيريا اذا طبخنا منيح السمك ممكن انه نتخلص منها. دونك نحن وقت اللي ناكل سمك مطبوخ منيح، مسخن منيح، وصلت حراره قلب السمكه لمعدل معين، يعني نحن لازم الشير او السمك يكون اوباك، ما يكون ترانسبارون وقت اللي بدنا ناكله، نحن بنكون هون لغينا هالريسك، هيدا اللي هو الريسك الليستيريا. هلا الاسماك النيه كمان وقت اللي نحكي عن السوشي، الاسماك ما بس بتحتوي على ريسك اذا ما نحفظ مزبوط بالبراد، بتحتوي على بارازيت، وهذا البارازيت بده لازم يقعد بالفريزر تحت درجه معينه، تحت العشر درجات لفتره اسبوع تيموت. دونك اذا نحن قررنا ناخذ سوشي، بدنا ناكل سمك ني، لازم نعرف هالشيء، لانه بالنهايه نحن بنكون عم نعرض حالنا لشيء ممكن انه بسهوله نتجنبه. دونك افضل سمك خلال فتره الحمل نتناوله مطبوخ منيح، ما في ريسك على صحتنا ولا على الجنين. هلا بتصير اوقات ما بننتبه، بناكل يمكن اسماك نيه، هذا ما بيعني انه رح نحن نلقط شيء، بس بالنهايه نحن بنكون عم نخفف نعرض حالنا لهالمشكلة هاي. في ناس يمكن شخص على ما بعرف 10,000 مليون يلقط شي، لشو ناخذ هالريسك هيدا خاصة بفترة الحمل. هلا في شغلة كمان، السومون فيمي هو نوع من الأسماك اللي الناس ما بتعرف وين تحطه، مطبوخ مش مطبوخ. هلا لازم ننتبه لنقطة أساسية هي حرارة البراد. نحن بنعرف إنه لسوء الحظ بعدها بتنقطع الكهرباء، بعدها أوقات يمكن حرارة البرادات منا كتير ثابتة، وممكن انه تعرض هالانواع من المأكولات لتكاثر بكتيريا حتى ولو كان سومون فيمي. دونك افضل السيده الحامل ما تتناول هالاسماك غير لما تكون مطبوخه، يعني يمكن محطوطه على البيتزا، يمكن مطبوخه تو سامبلومون مشويه، دونك افضل من انه تتناولهم نيين. اذا بدنا ننتقل هلا للتلوث اللي عم نحكي نحن هون عن الميركور، لازم دائما نتجنب الاسماك اللي معروفه انه هي بتكبر كثير وبتعيش طويل، وقت طويل، دونك بيتراكم فيها. مثلا نحن عم نحكي عن الاسماك الكبيره مثل التونه، الوايت تونه، وهون نحن عنا عادة يمكن بناكل كتير تونة خاصة المعلب. معلب. التونة المعلب هو معظمه موجود عنا بالسوق. تونة أبيض. وايت تونة. هيدا النوع من السمك هو من أنواع الأسماك اللي حول العالم معروف إنه بيحتوي على معدل عالي من الميركور. هلا إذا سيدة حامل وأكلت تون شو بيصير؟ ما رح يصير شيء، بس لازم تنتبه إذا أكلت مرة بالأسبوع تونة بقية المرات، يعني هي كنت عم بقول بالأول إنه لازم تاخذ حصة لحصتين بالأسبوع، أو بالأحرى حصة لثلاث حصص بالأسبوع، يكونوا هالحصتين البقية مش تونة، غير نوع من السمك، هيك بنكون أكيدين إنه نحن ما عم نعرض حالنا لهالمعدل العالي. وقت اللي نحكي عن الأسماك اللي معدلها عالي بالميركور، مرة واحدة بالأسبوع مش كارثة، يعني مسموح، وهيدي المنظمات العالمية للصحة بتقول انه اذا اكلنا اسماك منا اكيدين من مصدرها، المهم انه بقيه الايامات نتجنب، او حتى الاسابيع البقيه نتجنب هالانواع من الاسماك الغنيه
مثلا بالمركور. هلا الاسماك اللي نحن متصيدها قريبه عن النهر بننبسط يمكن اوقات انه تكون طازه، شيرينه طازه من السميك، بس لازم ننتبه من وين متصيدها. عاده نجرب قد ما فينا نبعد عن الاسماك اللي في حدا نهر. هلا نحن ما كثير عندنا انهر، بس بضل مصدر مثلا الترويت اللي عم نحكي عن السمك النهري، في فرق بينه وبين السمك البحري؟ لانه في مناطق انا بتربي، هلا كله له علاقه باي بوين عم بيتربى هالتريت. معظم التريت اللي عندنا اياهم بعتقد هن كولتور، يعني منهم دونك بدنا نشوف اذا هالشخص عم ينتبه للمي اذا كانت ملوثه ولا لا. مثلا من اهم الاسماك هو السومون. السومون بيعطينا معدل كثير مهم من الاوميجا 3، بس السومون منه من الاسماك اللي معروفه انه فيها تلوث عالي. دونك فينا مره ناخذ صومون، مره ثانيه ناخذ سردين. كمان السردين هو من الاسماك اللي بتنعد سيفر، يعني افضل انه ناخذها محل غيرها. الاسماك الصغيره بالاجمال. وشغله هون في بعض انواع من الملوثات اذا تنخففها بنظامنا الغذائي ما ناكل جلدة السمك، لأنه في ملوثات ممكن أنه تتراكم مش بس بالشعر، يعني كمان بالجلدة. سؤال أخير نتالي، بالنسبة للقصص البدائل عن يعني البدائل عن الأسماك بخصوص الأوميجا، في الحبوب الغنيه بالاوميجا، هل هي فيها تكون بديل؟ المكملات الغذائيه هلا ممكن انه تكون، بس بدنا ننتبه قد ايه الكميه الاوميجا 3 اللي عم ناخذها خلال الحمل، لانه منا هي ذاتها يعني للشخص اللي منه حامل. منه حامل ممكن لازم تستشير طبيبه، لانه المعدل هو لازم السيده تاخذ بين 200 و300 ملي جرام اوميجا 3. المكملات ممكن انه يحتوي على معدل كثير عالي، غير انه هالمكملات تحتوي يمكن على كثير فيتامين ا وكثير فيتامين د، هيدا منه منيح للجنين. دونك دائما تستشير طبيبه قبل ما تاخذ هالمكملات هي اذا ما بدها تاكل سمك. شكرا لك نتالي، بتمنى لك نهار حلو. لك وللمشاهدين كمان. ونحن رح نتابع حلقتنا ونكون مع جت فت مع مايا نصر.